الحين زوجي سعد وهو نائب المدير العام. اقعد ليش واقف استريح؟ ابيك تعلمه اصول الشغل عدل عدل. انت شلوني بتراسها؟ صدق انك ذيب. لا 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 شنو؟ انا وحده فاقده السند والظهر بهالدنيا، وابيك تكون سندي وظهري. تفضل. امينه راسها يابس ومو اي ريال يلفت نظرها. تطلق وتزوج بهالسرعه، شلون؟ ان شاء الله عمتي حاضر. ما يخالف مره ثانيه تناديني أمينة حاضر. تعالي هنا قول يا سعد. سعد مش فايد جوك مش حيعد. تعرفي أقول صجد متزوج من قبل ومطلق بعد؟ أنا مالي شغل. أمينة حاف يوميا الثالثة بتوقيت السعودية على NBC دراما. رمضان يجمعنا ويعرض على شاهد VIP قبلها بيوم.